كانت مريم تتحدث هي وزوجها في مواضيع تخص حياتهم الزوجية، وفي لحظة انقلبت الأمور وتحولت إلى شجار. هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذه المرة تختلف عن السابق. طلبت من زوجها الطلاق، مما أدى إلى إشعال غضبه حتى أخرج ورقة من جيبه وكتب عليها وأخبرها: هذه ورقة طلاقك. وضع الزوج الورقة في ظرف وسلمها لزوجته وخرج من المنزل غاضبا. كل هذا والزوجة لا تعلم ما كتب في الورقة، وعندها شعرت بالذنب لارتكابها هذه الغلطة وتسرعها في طلب الطلاق. فالزوجة في ورطة الآن، أين تذهب وماذا تقول وكيف تم الطلاق؟ كل هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة من أمرها، فماذا عساها تفعل؟ عاد الزوج فجأة إلى البيت ودخل إلى غرفته من غير أن يتحدث بأي كلمة، فلحقت زوجته به وطرقت الباب، فرد عليها بصوت عال وبغضب: ماذا تريدين؟ فقالت له الزوجة بصوت منخفض وخائف: أرجوك قم بفتح الباب، أريد التحدث معك. وبعد تفكير من الزوج قام بفتح باب الغرفة ليجد بأن زوجته حزينة وتبكي ودموعها في عينيها، وتسأله أن يستفتي الشيخ لأنها نادمة كل الندم على فعلتها وهي لا تقصد ما قالت. رد عليها الزوج: هل أنت نادمة ومتأسفة على ما حدث؟ فأجابته الزوجة بصوت منكسر: نعم والله إنني لم أقصد ما قلت، وأنا نادمة كل الندم على ما حدث. بعد ذلك طلب الزوج من زوجته بأن تفتح الورقة وتقرأ ما بداخلها لتحكم على زوجها، فقامت بفتحها ولم تصدق ما رأت عيناها، وغمرتها الفرحة وهي تقرأ الورقة. كتب فيها: نعم أنا فلان ابن فلان، أؤكد وأنا بكامل قواي العقلية أنني أريد زوجتي ولا أريد التخلي عنها، ومهما كانت الظروف ومهما فعلت سأظل متمسكا بها، ولن أرضى بزوجة أخرى غيرها تشاركني حياتي، وهي زوجتي للأبد وأنا أحبها وسأظل أحبها. فقامت مباشرة إلى زوجها وقبلت يديه وهي تبكي والدموع تتناثر من عينيها وتقول بحرقة: والله إن هذا الدين عظيم، لأنه جعل العصمة بيد الرجل، ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك 20 مرة. سبحان الله، كل شيء من الله فيه حكمة وفائدة لنا. أرجو منك عزيزي مشاركة هذا الفيديو الآن مع الجميع ومع كل زوج وزوجة، وأرجو منك مشاركة هذه القصة مع الجميع ليكون الأجر والثواب لي ولك أيضا.